السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، تويوتا إنوفا 2024 بالمعنى الحرف. الإنوفا اتغيرت تماما، فلو كان عندك فكرة عن الإنوفا القديمة حقت أول حطها على جنب وتعال شوف الإنوفا الجديدة. طيب، من البداية كذا خذ الزبدة، فئات أسعار السيارة. السيارة يجي منها فئتين. الفئة اللي تشوفوها قدامكم هنا هي فئة الفل كامل الهايبريد 7 مقاعد، قيمتها 144,900 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة. ودي الفئة العادية من السيارة، قيمتها 124,165 ريال كمان شامل ضريبة القيمة المضافة. تقول لي يا هاني ايش الفروقات ما بين الفئات؟ قلت يلا تابع معاي الفيديو. طيب، قبل ما اخش في المواصفات وفروقات الفئات، ايش صار فيك يا إنوفا؟ الإنوفا تغيرت بالكامل يا جماعة الخير، سواء على مستوى محركات، على مستوى شاصية، على مستوى منظومة حركة في السيارة. الإنوفا زمان كانت تيجي بودي أون فريم، صارت الآن يوني فريم. كانت تيجي بالدفع الخلفي، صارت تيجي بالسحب الأمامي. طيب، على مستوى محركات السيارة كمان اختلفت. المحرك القديم اللي كان يجي 4 سندر 2.7 أتلغى، محرك الديزل كمان أتلغى. صار عندنا نوعين من المحركات. الفئة العليا من السيارة صارت تيجي بتقنية الهايبريد 4 سندر 2000 سي سي مع محرك كهربائي، حيدينا 184 حصان تقريبا، والعزم للمحرك العادي 188 نيوتن متر، و205 المحرك الكهرباء، فنتكلم عن حوالي 400 نيوتن متر للإنوفا الهايبريد. الرقم ما هو ساهل، حتكون سحب أمامي، نقل حركة حيكون CVT. بالنسبة لاستهلاك البنزين لفئة الهايبريد حيكون 24.3 كيلو لتر الواحد، ممتاز بلس، وبنزينها 91. طيب، بالنسبة للمحرك الثاني اللي حيجي على تويوتا إنوفا، على الفئة الأقل، فئة الجي إل، حيكون محرك 4 سندر 2000 سي سي، تنفس طبيعي بدون تيربو بدون هايبريد، حيدين حوالي 174 حصان، والعزم 205 نيوتن متر، سحب أمامي، ناقل الحركة حيكون CVT. وقت استهلاك البنزين حيكون 15.9 كيلو لتر الواحد، برضو مقيم ممتاز بلس، وبرضو بنزين 91. طيب، هذه أبرز التغييرات اللي صارت على إنوفا الجديدة. طيب، إيش الفروقات بين الفئات؟ يلا بسم الله. طيب، نبدأ بفئة الجي إل اللي هي الفئة الأقل من التويوتا إنوفا 2024. شوفوا معي الشكل الجديد للسيارة، شوية صار أضخم من الشكل القديم، صار كده إليجنت أكثر من الشكل القديم. طبعا فئة الجي إل هي اللي تجي محرك اللي بدون تيربو بدون هايبر بدون أي حاجة. من الأمام تشوفوا معايا الإضاءات حقت السيارة حتكون LED عالي واطي، بدون كشافات ضباب، بدون حساسات أمامية في السيارة، وما حيكون فيها رادار أو أي حاجة تانية. فئة الجي إل حتجينا بالجنط اللي تشوفوه أمامكم هنا، جنط مقاس 16، وحنشوف جنط فئة الفل كامل. من ناحية بصمة على الأبواب، فئة الجي إل لا، ما حتجي بجنط، أو عفوا بصمة على الأبواب. بالنسبة لتنك البنزين، حنلقى تنك البنزين يسار، فنعم الإنوفا حتوقف سحبه في محطات البنزين، التنك حقها تقريبا يشيل حوالي 53 لتر. طيب، نروح لتويوتا إنوفا من الخلف، هذا الشكل الجديد لتويوتا إنوفا. شوفوا معي الإضاءات الخلفية حتكون LED، وحنصور لكم هي بعد شوية في التست درايف. حيكون في عندي الحساسات الخلفية والكاميرا الخلفية وجناح في الأعلى. شوف ساعة المقاضي على السريع كده، حكونا سيارة عائلية، فالنقطة تعتبر مهمة. شوف دحين السيارة بثلاث صفوف مقاعد مفتوحة، فتكون عندنا هذه الساعة الخلفية في حال استخدمنا السيارة بثلاثة صفوف مقاعد، فمو بطالة في استخدام داخل المدينة. يمديك تحط فيها كم شنطة، يمديك تحط فيها عربية أطفال، كسعة تعتبر في النطاق المتوسط. يفتح معنا يدوي، فإيش حيصير؟ حيقفل معنا كمان يدوي. طيب، نروح الآن لداخلية تويوتا إنوفا، لكن قبلها أباكم تشوفوا معايا طول السيارة. السيارة صار فيها طول واضح أكثر من الجيل اللي قبله، وفي نفس الوقت الشاصية حق السيارة فلات، فبالتالي يعطي مرونة للتصميم داخل السيارة. طيب، شوف هذه هي داخلية تويوتا إنوفا الجديدة. طيب، هذه داخلية تويوتا إنوفا الجديدة بشكل عام. شوف هذا الدركسونا في الفئة الجي إل، ما حتكون بنبسة بالجلد، حيكون فيها أزرار التحكم بالميديا، حيكون فيها مثبت سرعة، ما حيكون فيها تبديل سرعات من خلف المقود. من ناحيه عدادات للسيارة، زي ما انتم شايفين عدادات بسيطه، في شاشه 4.2 انش في الوسط، حتدينا اكيد القراءات العامه، ضغط الكفرات، كمبيوتر رحلات، البنزين قديش يمشيك، امور بسيطه عن رحلتك في الإنوفا. طيب، لو جينا كده على الوسط، حنلاقي عندنا هنا شاشه مقاسها 8 انش، وتدعم ابل كار بلاي، وتدعم الكاميرا الخلفيه. اي نعم، فئه الجي ال ما فيها دخول بصمه، لكن حيكون فيها تشغيل البصمه. من ناحيه مكيف، زي ما انتم شايفين حيكون فيها مكيف الكتروني، ويظهر معايا انه بمناخ واحد فقط. طيب، لو كملنا على الجزء السفلي، هذا غير السياره زي ما انتم شايفين CVT،
حيكون في برضو تكترونيك ونقلات وهمية، بريك إلكتروني وأوتو هولت في فئات الجي إل، وهذه نقطة لطيفة بالذات نظام الأوتو هولت كسيارة تروح تجي فيها كل يوم في الزحمات شيء، فحيكون مريح بشكل عام. فئة الجي إل حيكون فيها وضعيتين للقيادة إيكو ونورمال، بس ما حيكون فيها وضعية رياضية، حيكون عندنا هنا مانع الانزلاق. في الأسفل حتشوفوا عندنا يو اس بي تايب سي ويو اس بي عادي، كويس احط لي تايب سي، خلاص نبدأ نواكب التقنية. لو كملنا هنا حيكون في عندي 2 كاب هولدر بلس، حيكون في عندي سنادة وسطية عريضة بشكل عام، اوكي فتحتها من جنب تفتح من الجهة الثانية، لا تفتح من جهة واحدة، ان شاء الله باين معاكم، بس ساعتها جيدة ويظهر معايا انها سادة ما فيها فتحات يو اس بي ولا فتحات مكيف. طيب كده ناخذ فكرة عن مقاعد الانوفا فئة الجي ال، وباكم مركزوا معايا لانه ممكن تختلف عن الفئة العليا، انا ما شفتها صراحة الى الان، لكن مقاعد مخمل بتحكم يدوي. لو جينا على سقف السيارة نلاحظ انه ما فيها فتحة سقف عادية ولا فتحة سقف بانوراما، سقف حديد. طيب نروح لمقاعد الصف الثاني في تويوتا انوفا، وبالقصد سدحت الكرسي هذا عشان يبين معاكم قديش انه السيارة فيها مرونة. تلاحظوا معايا ان الكرسي اقدر اسدحه واقدر اسدح مقاعد الصف الثالث، فبالتالي يكون في عندي سعة almost السيارة تكون فلات. بس من ناحية سعة خلفية تشوفوا معايا السيارة يظهر انه فيها سعة كويسة، وهذا من الاشياء اللي حنجرب لكم هي بعدين ان شاء الله. فانا الان دحين قاعد مقعد الصف الثاني زي ما تشايفين في عندي سعة كويسة، بلس انه انا اصلا الكرسي اقدر اقدمه واقدر ارجعه بالشكل اللي ابغاه عشان اقدر ابرح مع مقاعد الصف الثالث اللي حنشوفها كمان دحين بعد شوية. من ناحية مكيف السيارة حيكون فتحات التكييف عندنا هنا في الاعلى ما هي موجودة في الجزء السفلي اللي هنا، لكن تلاحظوا معايا ان شاء الله انها واضحة معاكم. لا والله ما هي واضحة، شوفوا احاول اشغل لكم فلاش اشغل لكم اي شيء عشان تبان. تلاحظوا معايا انه في تحكم منفصل عن المكيف الامامي، حسب علمي انه حيكون تبريد فقط في المكيف الخلفي، ما في تسخين وتبريد، فبالتالي تقدر تشغل وتطفي المكيف الخلفي وتتحكم بقوه المروحه فقط، ما تقدر تتحكم درجه الحراره. حسب علمي انه فقط بارد. وعندنا فتحات يو اس بي تحت، فتحتين يو اس بي تايب سي. لو جينا على مقعد الصف الثالث زي ما انتم شايفين يعني ممكن نشيل 2 كبار باريحيه جيده بشكل عام. من ناحيه سعه هذه من الاشياء اللي حنجرب لكم هي بعدين، لكن يمديك تقدم الكرسي الوسطي بحيث انك تبرح لمقاعد الصف الثالث. في نفس الوقت مقاعد الصف الثالث حيكون في عندك في الاعلى فتحات مكيف خاصه بالصف الثالث غير فتحات التكييف الخاصه بالصف الثاني، فكويس انه مكيف واصل للصف الثالث ما قال خلاص صغار يمشوا حالهم. طيب لو جينا على الفئه العليا من تويوتا انوفا اسمها في اي بي 7، ليش 7 يا هاني؟ لانه حتكون بسبعه مقاعد، هم معتبرين فئه الجي ال 8 مقاعد وهنا 7 مقاعد، وبعد شويه حنشوف ليش. طيب شوفوا معايا هذا وجه فئه الفل كامل من الانوفا، تلاحظوا معايا انه في الاسفل حيكون في عندي كشافين ضباب غير موجوده في فئه الجي ال، في نفس الوقت في الصدام حيكون في عندنا اشارات انعطاف الاي دي ما هي موجوده في فئه الجي ال، غير عندي حساسات اماميه كمان ما هي موجوده في فئه الجي ال. تلاحظ معايا جنط السيارة مختلف عن فئة الجي ال، هنا حيجيك جنط مقاس 17، حتى مسكات الأبواب حتكون مطعمة بالكروم، وفي نفس الوقت حيكون فيها بصمة على الأبواب الأمامية، وأكيد نفس الشيء حيكون تنك البنزين يسار. طيب من الخلف حنلاحظ إنه إضاءات LED حتى فئة الجي ال حتكون LED، حساسات وكاميرا أكيد كمان موجودة على كل الفئات. طيب نتعرف على فئة الفل كامل من الداخل على السريع. الحاجة الأول قلت لكم ركزوا عليها مقاعد السيارة، تلاحظوا معايا هنا نوعية الفرش مختلفة عن اللي موجودة في فئة الجي ال، فحتكون مقاعد ميالة عنها تكون قماش، ولاحظوا معايا إنه مقاعد الصف الوسطي مقاعد منفصلة، نعم عشان كده السيارة هذه تعتبر 7 ركاب مو نفس فئة الجي ال اللي حتجينا ب 8 ركاب. طيب لو جينا على داخلية الفئة الفل كامل حتلاحظوا معايا هنا الدركسون حيكون ملبس جلد مو نفس فئة الجي ال، وحيكون في عندي تبديل سرعات من خلف المقود، غير كذا الأزرار نفسها اللي موجودة على الدركسون، ونفس الشيء عدادات السيارة حتكون نفس اللي موجودة على فئة الجي ال. لو جينا على الوسط هنا كمان نفس الشيء، برضو شاشة مقاسها 8 انش تدعم ابل كار بلاي، نفس المكيف الالكتروني بمناخين، برضو بريك الكتروني اوتو هولد. هنا حيكون في عندي 3 وضعيات قيادة ايكو نورمال سبورت، مو نفس فئة الجي ال اللي حتيجي بوضعيتين فقط، وعندنا هنا الاي في مود، هذا برضو عشان الفئة هذه حتكون هايبريد. طيب بالنسبة لسقف السيارة زي ما انتم شايفين سقف حديد، لا بانوراما ولا فتحة سقف عادية. طيب نطلع دحين على السريع ناخذ لفه سريعه بالانوفا الجديده، ناخذ انطباع قياده اولي عن السياره. هذه الفئه اللي حنجربها اللي هي الفي اي بي 7 فئه الفل كامل، وفرصه ايش نشوف شكل السياره كده في الليل، شكل الاضاءات، شكل السياره وهي واقفه بشكل طبيعي. ابغاكم تشوفوا كمان خلفيه السياره من جوا القاعه، حيكون شوي الاضاءه والتصوير صعب. فهذه الانوفا الجديده نشوفها من جوا دحين كيف،
نروح ناخذ فيها لفتنا. اوكي هذه داخلية الانوفا الجديدة زي ما قلت لكم اللي حجربها فئة الفول كامل اللي تجينا هايبريد. هذا كذا شكل الاضاءات حقت السيارة وبعدين ان شاء الله بنستلم السيارة نسوي لكم عنها الفيديو التفصيلي. طيب يا سادة كنا مطالعين دحين ناخذ لفة سريعة بس مع الانوفا الجديدة كذا لفة بس ناخذ انطباع قيادة اولي عن السيارة. اول ما قعدت في السيارة كذا حسيت احساس سيارات تويوتا في التسعينات، نوعية المخمر اللي حاطينه على فئة الفي اي بي 7 كذا اداني احساس ايام زمان، ما ادري كذا بشكل عام كذا رجعني لورا شويه. كانطباع للقياده بشكل عام السياره فيها فزه لطيفه، عزم الدوران في السياره يقارب 400 نيوتن متر سواء بين المحرك العادي ومحرك الكهرباء، فتشوفوا معايا حتى لو جيت دعس كذا بالسياره السياره فيها انطلاقه حلوه، حتى من الزيرو فيها انطلاقه حلوه، فتوقعت انه السياره هذه حيكون يعني كسياره عائليه محركات 4 سلندر انها ممكن تكون بطه بس لا ما هي بطه. فيها عزم دوران حلو السيارة فكده حتى انطلاقاتها حلوة والجير بحكم انه سي في تي فاستجابة سريعة يعني ما حسيت انه السيارة بطأ ابدا ففي سلاسة في انطلاقة السيارة بشكل لطيف لطيف يعني ما حسيت ابدا انه ممكن السيارة تكون سواقتها مملة فهذا كده كانطباع اولي بشكل عام فالسيارة يعني اللي لاحظت عليها حاجتين فزتها حلوة مستوى الراحة في كرسي السائق على الاقل عجبني حسيت انه مريح اني اروح واجي فيه كل يوم من ناحية اللي تشوفوا عينكم كده في السيارة زي ما انتم شايفين يعني في الأشياء الأساسية شايفها على الأقل ما قعدت بحبش في السيارة بس الشاشة موجودة عندي مكيف إلكتروني مثبت سرعة أشياء الأساسية في السيارة موجودة لكن زي ما قلت لكم نستلم السيارة بعدين سوي لكم عنها فيديو التفصيل ووقتها نقول لكم ما لها وما عليها وبس هذا كان تقرير كده سريع عن تويوتا إنوفا 2024 من حفل التدشين بحول الله صراحة نستلمها ناخذها نجربها ووقت نسوي لكم الفيديو التفصيلي عن السياره ما لها وما عليها في القريب العاجل بحول الله تعالى وبس ان صدف من الله العلي القدير وان اخطات فمني انا اشوفكم قريب في فيديو جديد تجربه جديده سياره جديده سفره جديده اي حاجه جديده في عالم السيارات ان شاء الله.